اليوم أيضا ونحن نحيي ذكرى النكبة الذي أرادته الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال والإدارة الأمريكية وكل أعداء الشعب الفلسطيني. أرادوا أن يطمسوا هذا اليوم وأرادوا أن يتجاهلوا هذه الحقيقة، حقيقة وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، ويريدوا أن يغطوا على كل هذه الجرائم. جاء استشهاد الإعلامية الفلسطينية المناضلة المتميزة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، شيرين أبو عاقلة، لتحيي القضية الفلسطينية من جديد. أرادوا أن يطمسوا القضية الفلسطينية بعد 74 عام على النكبة، يريدوا أن يطمسوا القضية الفلسطينية، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. هذه المناضلة الشهيدة الإعلامية التي جابت كل شوارع فلسطين من مخيماتها وقراها ومدنها لتفضح جرائم الاحتلال، أحيت باستشهادها القضية الفلسطينية. الأرض المباركة نحيي الذكرى لنقول: هذه البلاد لنا بقضها وقضيدها، من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها. تراب بلادي حناؤها وصفصافها وزيتونها هي لنا، هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي. رغم التآمر الدولي والتهاون العربي في مراحل سابقة والهرولة حالياً، 74 سنة من تقتيل وتهجير وأسر وحصار ظالم على شعبنا في فلسطين، ولكن جذوة المقاومة لم تنطفي، فجيل بعد جيل وشهداء بعد شهداء وبقية القضية الفلسطينية صامدة. ونقول لإخواننا فلسطين: إننا نعزي أنفسنا قبل أن نعزيكم في سقوط هذه السيدة عالية المقام، هذه السيدة التي محت كل الآثار الدنيئة التي يحاول من خلال التي حاول بها كثير من يهرولون نحو التطبيع لتبرز الوجه الحقيقي والبشع لهذا الكيان الذي لا يعترف لا بمعاهدة ولا بسلام، ولا يريد إلا أن يدوس على العرب جميعاً وعلى مقدساتهم وعلى الفلسطينيين وعلى المسجد الأقصى.